السلام عليكم. احنا النهارده هنتكلم ان شاء الله على الليكتشر الثانيه في عمليه الماشينينج بروسيسز. طبعا احنا اتكلمنا الليكتشر اللي فاتت على اول مكنه في عمليه الماشينينج اللي هي الليس ماشين او التيرنينج اوبريشن، وتعرفنا على المين بارس بتاعتنا، اتعرفنا على الطرق الفيكسيشن الخاصه بالتول ورك بيس، اتعرفنا على الاوبريشنز المختلفه عشان نعرف الاشكال المختلفه اللي ممكن ننتجها بالمكنه دي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مكانتين تانيين اللي هما الدالج ماشين والميلج ماشين، وهنشوف نفس الحاجات اللي احنا شفناها بالنسبه لليس ماشين. لو رجعنا للشارت بتاعتنا هنلاقي ان احنا ستيل وذن عمليات الانتاجيه، احنا بنتكلم لسه على عمليات الماشينينج، وقلنا العمليات الانتاجيه دي بتبقى تاني خطوه بعد عمل السلكشن اوف ماتيريال. فاحنا ما نخلص النهارده ان شاء الله عمليات الماشينينج هنبقى خلصنا العمليات الانتاجيه اللي احنا هنتكلم عليها في الكورس. فهنبتدي ان شاء الله من المحاضره اللي بعدها ان احنا ندخل بقى في عمليات الاسامبلي، اللي هي ازاي لو احنا صنعنا اجزاء مختلفه ازاي نعمل تجميع للاجزاء دي. هنبتدي اول حاجه النهارده، احنا قلنا هنتكلم ان شاء الله على عمليتين هما اللي فاضلين عندنا. اول عمليه منهم اللي هي عمليه الدالينج اوبريشنز. الشكل اللي شايفينه ده هو شكل التول بتاعت عمليه الدال. عمليه الدالينج شبيهه قوي اما بيبقى عندنا في البيت نبتدي نعمل خرم كده في الحيطه عشان نعلق اي صوره او اي حاجه. طب ايه التول بتاعتنا؟ نفتكر في البيت كده ايه الحاجه اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل الخرم ده في الحيطه؟ بيبقى عندنا الشنيور اللي احنا بنستخدمه. حد فيكم شايف شكل التول بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى عامله زي الشكل اللي احنا شايفينه قدام ناحيه اليمين كده، بتبقى عامله زي التويست دال كده، بتبقى عامله زي ملفوف كده الحد القاطع بتاعها عشان بيلف وبيحفر في الحيطه بتاعتي. التول بتاعتي بسميها الدال او بسميها تويست دال. التول بتاعتي بتبقى متقسمه لجزئين، جزء اللي هو فيه الفلوتس او الجزء اللي بيلف ده اللي هو بيدخل جوه الحيطه وبيحفر، وجزء بيبقى اسطوانه كده ساده او تيبر ده اللي بمسك منه التول بتاعتي. عشان كده الجزء اللي بمسك منه التول اللي هو الجزء اللي موجود فيه بسميه شانك. يبقى الشانك ده الحته اللي انا بمسك منها التول. الجزء التاني اللي هو بسميه فلوت لانس اللي هو فيه الحد القاطع لافف كده عشان يعمل زي بيحفر كده ايه جوه الحيطه او جوه الايه الماتيريال اللي موجوده عندي. طيب عندي التويست دال بتاعتي دي، الحركات الاساسيه بتاعتي ايه؟ لو انا بعمل خرمه في الحيطه بعمل ايه؟ اول حاجه الحيطه ثابته، يبقى انا عندي هنا الحيطه دي الويك بيس، انا بتكلم كده على البيت. خلي بالكم لانها شبيهه قوي للمكنه بتاعتي، فانا مش عايزاكم تنسوا، لان من الاسئله اللي بتيجي دايما اجي اسالك زي ما قلنا كده المين كاتنج موشن مثلا في الدالينج ماشين هي عباره عن ايه ومين اللي بيعملها، الفيد موشن هي مين، يعني هل هي روتيشن هل هي لينير ومين اللي بيعملها، التول ولا الورك بيس. فانا يهمني قوي ان احنا نبقى فاكرين مين الثابت ومين اللي بيتحرك وشكل الحركه بتاعته ايه. لو انا بعمل خرمه في الحيطه، الحيطه بالتاكيد ثابته، يبقى انا عندي في العمليه دي الورك بيس ثابته. طب التول بتاعتي انا بعمل ايه؟ انا اول حاجه بقوم دايسه الزرار مشغله الشنيور. بيحصل ايه؟ بيحصل روتيشن للايه؟ للتويست دال دي، بلاقيها بتلف جامد قوي، بتلف جامد، يبقى ده المين كاتنج موشن. يبقى المين كاتنج موشن بتاعتي هنا عباره عن ايه؟ عباره عن الروتيشن بتاع الدال او بتاع التول بتاعتي. طيب بعد كده عشان اعمل خرمه في الحيطه بدبس معين بعمق معين بعمل ايه؟ بدخل كده لغايه العمق اللي انا عايزه. بس بتحرك ازاي؟ بتحرك عمودي على الحيطه، بتحرك حركه لينير، حركه خطيه. يبقى دي الفيد موشن. يبقى انا عندي الفيد موشن حركه لينير لمين؟ الحيطه ثابته، يبقى انا الويك بيس ثابته، يبقى حركه لينير للتول. يبقى تعالوا تاني، لو انا بتكلم على الدالينج اوبريشن، اول سؤال انا عندي مين اللي بيعمل المين كاتنج موشن؟ اللي بيعمل المين كاتنج موشن هو الدال او التويست الدال بتاعي اللي هي الكاتنج تول بتاعتي. شكلها ايه؟ روتيشن، حركه دورانيه. طيب الفيد موشن بقى مين اللي بيعملها؟ هي نفسها التويست الدال او الدال بتاعتي هي اللي بتعمل فيد موشن، بس الحركه بتاعتي في حاله الفيد ايه؟ حركه لينير. الورك بيس ثابته، ستيشنري ثابته، ما بتتحركش في عمليه ايه؟ الدالينج. نفس اللي انا بقوله عن ان انا بخرم في الحيطه هو نفس المكنه بالظبط، نفس المكنه نفس الكلام. الورك بيس بتاعتي ثابته، يبقى انا عندي زي تيبل او زي ترابيزه كده بحط عليها كتله المعدن بتاعتي وبثبتها. التول بتاعتي شكلها زي التول اللي قدامنا تويست دال، بتعمل حركتين، بتعمل مين كاتنج موشن يعني بتلف وفي نفس الوقت بتنزل عشان فيد موشن تتحرك حركه لينير عشان تعمل عمق معين للايه الفتحات اللي انا عايزاها. فاحنا صممنا المكنه على الاساس ده، صممنا المكنه ان يبقى فيها حته اثبت فيها الورك بيس بتاعتي
وحاجة تنقلي الحركة من الموتر للطول، بحيث إنها ممكن أتحرك حركة دورانية وممكن أمشي حركة لينير اللي هي حركة خطية بتاعتي. قبل ما ننقل على شكل المكنة اللي احنا بنقوله، عايزاكم تبصوا على الشكل اللي هو ناحية الشمال تحت ده. أنا هنا بصة للطول من تحت، فأنا عندي كده الحد القاطع، في عندي حدين قاطعين كده في التويست ديل بيلفوا كده عشان يعملوا عملية حفر، كأني بحفر كده بالظبط. لو بصينا على أي حد فيهم هنلاقي الثلاث زوايا اللي احنا قلنا عليها. هنلاقي كليرنس انجل اللي أنا عاملاها باللون الأحمر دي، دي لو أنا بلف كده كلوك وايز يبقى أنا عندي كليرنس انجل دي عشان تقلل الفراكشن. عندي التول انجل دي زاوية بتاعة السكينة نفسها. الريك انجل دي اللي بيطلع فيها التشيب. يبقى انا عندي، انا ليه حاطط لكم الرسمه دي؟ انا مش هطلب منكم ان احنا نرسمها، بس عشان نبقى فاهمين اللي انا قلته الليكتشر اللي فاتت، ان انا الثلاث زوايا دول موجودين ايا كان شكل التول بتاعتي. ما فيش حد يجي يبص كده يقول لا شكل التويست ديل دي امال ايه الثلاث زوايا مش موجودين عندي، لا هما موجودين. لازم القطع بسهوله عشان ما احتاجش قوه عاليه استهلكها في عمليه القطع، عشان التشيب او الرايش يلاقي مكان ان هو يطلع منه اصلا. تعالوا بقى نبص مع بعض على المكنه شكلها عامل ازاي. دي المكنة بتاعتي. المكنة بتاعتي الجزء اللي مكتوب عليه تيبل ده اللي بثبت عليه الورك بيس. انا قلت هنا الورك بيس بتبقى ثابته، يبقى انا عندي تيبل. التيبل دي ممكن انزلها لفوق او لتحت عشان اثبت على حسب حجم الورك بيس اللي انا حاطه. الدال هي اللي موجوده فوق عشان دي اللي بتنزل بتعمل فتحات معينه او بتعمل عمليه الدالنج اللي هي عمليه الثقب بتاعي. طيب انا محتاج ايه من الدال؟ محتاج انها تتحرك مين كاتنج موشن، ودي حركة دورانية يبقى أنا بوصلها بمين؟ بوصلها بالموتور، لأن الموتور هو اللي بيدي حركة دورانية. وزي ما قلنا في الليس ماشين، أنا عايز مجموعة من السرعات، عايز مجموعة سرعات مختلفة على حسب نوع المادة اللي أنا بقطع فيها، وبالتالي لازم يبقى عندي صندوق تروس أو جير بوكس بوصله بالموتور عشان أقدر أتحكم في سرعات مختلفة. والمين كاتنج موشن لازم تبقى أوتوماتيك، أنا بشغل مكنة بيبتدي التويست ديل ده يلف وهو واقف في مكانه. طب انا عايز انزل بقى عمق معين عشان اعمل فتحات معينه، يبقى انا عايز اتحرك حركه لينير، والحركه دي بتبقى يا اما مانيوال يا اما اوتوماتيك، يا اما في ايد كده بلففها فبنزل التويست ديل، يا اما عن طريق المكنه برضو ببتدي اتحرك حركه اوتوماتيك لينير. يبقى انا عندي في حاجه ما في التصميم بتاعها. اما نبتدي ناخد مواد متقدمه عن كده، لو حد دخل الكترو ميكانيكال يبقى هيبتدي يدرس ازاي ممكن يصمم ان هو يحول من حركه دورانيه لحركه خطيه، ان من حركه الموتور ان انا اتحرك حركه لينير. يبقى اللي يهمني انا بالنسبه لي في الكورس بتاعنا ان انا ابقى عارف ان انا عندي ده شكل المكنه بتاعتي. ليه يهمني شكل المكنه؟ لان انا ممكن اجيب لك صوره مكنه اقول لك المكنه دي اسمها ايه، او المكنه دي العمليه بتاعتها اسمها ايه. انا قلت لك انت مش هترسم حاجه بايدك خالص، ولا اي اوبريشن ولا اي ماشين، لكن يهمني شكلهم زي ما كنت بقول في عمليه الكاستنج، في عمليه الفورمينج، في عمليه الماشين، يعني يهمني شكلها. ممكن اجيب لك صوره المكنه دي اقول لك المكنه دي ايه اسمها ايه، هتقول لي دالينج ماشين. ممكن اشاور لك على التيبل اقول لك الجزء ده اسمه ايه، اشاور لك على التويستر ديل الجزء ده اسمه ايه. فانا يهمني التيبل ويهمني الدال نبقى عارفين هم موجودين فين على المكنه، لان دول المين كومبوننتس او المين اليمنتس اللي موجوده عندي، ان انا يبقى عندي سكينه وعندي حاجه بقطع بيها. يبقى ده شكل المكنه. واللي احنا شايفينه فوق ناحيه الشمال ده، ده بيبين لي المين كاتنج موشن اللي هي الحركه الدورانيه، والفيد موشن الحركه الخطيه، وقلنا دول اللي بيعملهم التويست ديل او الدال اللي موجود عندي الطول، لكن الورك بيس بتاعتي بتعتبر ايه؟ ثابته. طيب ايه انواع الدالينج ماشين؟ في ثلاث انواع من انواع الدالينج ماشين. ايه هما؟ اول نوع عندي بسميه بنش ديل. البنش ديل من اسمه كده بحطه على البنش، بحطه على ترابيزه. طب من اسمه كده حاجه مكنه بحطها على الترابيزه، معناها ايه؟ معناها حجمها صغير. يبقى دي بتستخدم للسمول ورك بيسز. خلي بالكم انا لما اجي اسال على الدالينج ماشين في الامتحان، اسال على اي حاجه هقول لك دلوقتي انا بفرق بين الثلاث مكنات زي ايه الحاجات اللي ممكن اسال عليها. لو بتكلم على البنش ديل اللي هو اول نوع، اول حاجه فيه ان انا بستخدمه للسمول ويك بيسز. ليه؟ لان المكنه حجمها صغير اساسا، انا بحطها فوق البنش من اسمها، يبقى انا بستخدم فيها السمول ويك بيسز. طيب الحاجه الثانيه، عشان هي مكنه سمول بقى فانا مش عايز فيها ميكانيزمات كتير واجزاء كتير، انا غصب عني دايما المين كاتنج موشن دي اوتوماتيك، دي من الموتور، لكن هنا الفيد موشن بتبقى مانيوال بيحركها بايده.
زي ما احنا شايفين فوق كده، اللي هو يبتدي يلفف بايده كده فتتحرك ايه حركه مانيوال على طول. ما عنديش هنا عندي الفيد موشن مانيوال موشن في البنش الدال، ما فيش اوتوماتيكيه، كلها مانيوال. انا لما كنا بنتكلم على الاس ماشين، لا الاس ماشين او عموما كل المكن اللي هنتكلم عنه الفيد موشن ممكن يبقى اوتوماتيك وممكن يبقى مانيوال على حسب انا بختار ايه، لكن البنش الدال غصب عني انا بتحرك مانيوال. ليه؟ لانها مكنه صغيره، فانا مش عايز فيها تعقيدات كتير، مش عايز حجمها يبقى كبير. يبقى ده ايه؟ البنش الدال. طيب انا الورك بيس حطيتها تحتها، عايزه اعمل مثلا في الورك بيس 3 فتحات. يبقى انا اول حاجه هظبط مكانها بحيث ان انا انزل اعمل اول فتحه، بعد كده هحرك الورك بيس بايدي اعمل تاني فتحه، بعد كده هحرك الورك بيس بايدي اعمل تالت فتحه وهكذا. يبقى انا بعتمد ان انا بحرك مكان الورك بيس اظبط ايه مكان الايه؟ الهول اللي انا عايز اعمله. طيب تاني مكنه، التاني مكنه عندي محتاجه بقى منتجات اكبر شويه، حجم اكبر شويه، بلوكه كبيره معدنيه. بسمي المكنه دي بنش ديل لان حجمها اكبر، فبخليها واقفه على الارض بقى، دي اكبر شويه. دي بستخدمها في الميديوم ورك بيس اللي هي حجم متوسط. طيب واقفه على الارض اكبر شويه، نفس الكومبوننت خلي بالكم، نفس التيبل، نفس التويست ديل، بس هنا بقى الفيد موشن ممكن تبقى مانيوال وممكن تبقى اوتوماتيك. خلي بالكم مكان الموتور متوصل بالجير بوكس، متوصل بالتويستر دال، كل دي بسميها هيد ثابته في مكانها. فانا الورك بيس هي اللي بقربها او ابعدها عنها عن طريق ان انا بطلع وانزل التيبل، لكن التويستر دال دي ثابته في مكانها واقفه كده لانها متوصله بالموتور عندي، فبسميها الهيد بتاعتي، الراس بتاعت المكنه بتاعتي دي ثابته في مكانها. يبقى انا عندي الابرايت دال دي بستخدمها للميديوم سايز ورك بيسز، وعندي هنا الفيد موشن ممكن مانيوال ممكن اوتوماتيك. عندي بلوكه معدنيه عايزه اعمل فيها 3 فتحات برضو، يبقى انا هعمل اول فتحه، بعد كده هبتدي اوقف المكنه احرك الورك بيس اظبط مكانها على تاني فتحه، وبعدين احرك الورك بيس اظبطها على تالت فتحه. يبقى ده تاني نوع. طب ايه بقى النوع التالت؟ ده لو انا عندي لارج ورك بيسز، كتل معدنيه كبيره. انتوا عارفين انتوا لو عندكم كتله معدنيه كبيره في حجم الترابيزه الكبيره كده، يبقى انا محتاج ايه؟ هل ينفع احطها على تيبل؟ انا بحطها على تيبل موجوده على الارض اساسا لانها تقيله قوي. طب هل ينفع لو انا عايز اعمل فيها 10 فتحات افضل اشيلها، اعمل الفتحه الاولى وبعدين اشيلها، اعمل ده انا محتاج ونش عشان اشيلها. فانا هنا ايه بقى راديال دال؟ ايه الميزه بتاعتها؟ الميزه بتاعتها ان الهيد كلها بتتحرك. ليه؟ عشان الورك بيس تقيله قوي، فانا الورك بيس بحطها كده ككتله تبقى ثابته مكانها، ثابته بوزنها كده انا حاططها. عايز اعمل 10 فتحات 20 فتحه بعتمد ان انا الهيد اساسا اللي موجود فيها التويست ديل بالجير بوكس بالموتور كله ممكن ان انا احركه. احركه ازاي؟ بيبقى عندي زي عمود كده ممكن ازحلقه عليه، والعمود نفسه ممكن يحصل له زي ايه سوينجنج كده، ممكن يحصل له زي روتيشن يلف، بحيث ان ايه اللي احنا شايفينه اللي هو العمود اللي قدامي اللي هو شكله لونه اورنج ده شويه، ده العمود اللي طالع افقي ده، ده ممكن يتحرك يحصل له سوينجنج كده، يتمرجح يروح ويجي كده يحصل له روتيشن، ونفس الهيد دي ممكن انها بتتزحلق عليه ورايح جاي. ليه؟ عشان التويست الدال هي اللي هتتحرك بقى، الورك بيس هنا تقيله قوي ما ينفعش انها تتحرك عندي. يبقى ده راديال دال. في السكاشن العملي هنشوف فيديوهات ال3 ماكينات، هنشوف بالظبط ايه الحركات بتاعتهم عشان نفهم الفرق بينهم او نتخيل اللي انا بقوله، بس مبدئيا بنفهم من المحاضره الفروقات الاساسيه. يبقى انا عندي اول حاجه البنش دال دي سمول ورك بيسز، الفيد عندي ممكن تبقى مانيوال فيد موشن وممكن تبقى اوتوماتيك، ومكان التويست ديل ثابت ما بيتحركش، الورك بيس هي اللي بحركها عشان اظبط مكان اللي انا عايز اعمل فيه الفتحه بتاعتي. النوع الثاني ابرايت ديل، هنا ميديوم سايز ورك بيس، المكنه بتاعتي واقفه على الارض بقى عشان كده مسميتها ابرايت، واقفه على الارض طويله تستخدم ميديوم سايز ورك بيسز، الفيد موشن هنا مانيوال او اوتوماتيك، لكن التويست ديل مكانها ثابت برضه، بعتمد ان انا بحرك الورك بيس عشان اظبط مكان الفتحه. الراديال دال دي بتستخدم لللارج سايز ورك بيسز، حجم بقى كبير فانا عندي كتله كبيره فانا بحطها كده ما بحركهاش، فانا عندي الهيد هنا هي اللي بتتحرك، بسمح لها انها تعمل سلايدنج او تعمل روتيشن بحيث ان انا التويست دال هي اللي ايه بظبط بيها البوزيشنز بتاعت الهولز اللي انا عايزها، والورك بيس بتاعتي ثابته مكانها لانها تقيله قوي ما اقدرش اقعد اشيلها واحطها كل شويه. وطبعا هنا الفيد برضه ممكن تبقى مانيوال وممكن تبقى اوتوماتيك. يبقى الاسئله اللي بتيجي هنا في الاختيارات، ممكن اقول لك اي نوع من انواع الدويلنج ماشين بتستخدم في السمول سايز ورك بيسز مثلا،
يبقى انا عندي الفينشر دال. مين اللي بتستخدم في اللارج سايز؟ يبقى انا عندي راديال دال. فدي الاسئله اللي ممكن تيجي هنا اللي هي على انواع ايه المكن المختلف. زي ما اتكلمنا اول حاجه في الليس ماشين على طرق تثبيت التول والورك بيس، هنتكلم بنفس السيكونس طرق تثبيت التول والورك بيس وبعدين ندخل في الاوبريشنز المختلفه. تعالوا للتول. انا قلت لكم التول بتاعتي شكلها زي الشكل اللي احنا شايفينه فوق كده، عباره عن دال، في عندي جزء في السن بتاعي لافف كده اللي هو الجزء اللي بيحفر عندي اللي هو سميناه فلوت لانس، وفي عندي جزء اللي انا بمسك منه وقلنا هنسميه شانك. الشانك اللي انا جزء بمسك منه يا اما شكله سلندريكال كده شكله اسطوانه، يا اما واخد شكل تيبر شويه. لو هو واخد شكل اسطوانه انا ما كنت بتكلم في الليس ماشين، وقلت لكم لو انا عندي الورك بيس بتاعتي شكلها سلندريكال زي سن القلم الرصاص كده بالظبط، انا بثبتها ازاي؟ قلنا ان احنا بنمسكها بالسي جو تشاك اللي هو ثلاث فروق كده، ثلاثه جوز بتتحرك تقفل وتفتح مع بعض. انا هنا عندي التول بتاعتي، لو انا الشانك بتاعي شكله سلندريكال بثبته بالسي جو تشاك نفس الكلام، يبقى انا اي شكل عندي سلندريكال بثبته بالسي جو تشاك. طب لو واخد شكل تيبر، وده دايما للتويست دال الكبيره اللي هي مع راديال دال، بيبقى عندي العمود اللي نازل من الهيد نفسها اللي هي متوصله بالموتور والجير بوكس، العمود ده بيبقى فيه فتحه واخده شكل تيبر، انا بجيب التويست دال ده وبحشره فيه، بحشر التيبر فيه، يبقى بعمل فيتنج في السبندل هول معنى اصح. يبقى انا عندي العمود اللي طالع من الجير بوكس ده بسميه سبندل، بيبقى فيه فتحه بقوم حاشر فيها. طب انا حشرتها مش هتقع؟ لا مش هتقع. ليه؟ لان انا لما باجي احفر او اعمل عمليه دالنج عمليه الثقب بتاعتي بيتضغط زياده، ببقى زائق بالطول زياده على الورك بيس فكانه بيتحشر زياده عندي. يبقى انا عندي لو انا بتكلم على التويست دال فيكسيشن ميثود حاجه من اتنين، يا اما بي اما سي جو تشاك او فيتنج في السبندل هول. يبقى دول ايه الطريقتين اللي انا بستخدمهم، ودول بليجو اختيارات ان انا اجي اقول لك ان انا عندي بعمل فيكسيشن ازاي للتويست دال، هل بستخدم سي جو تشاك، بعمل فيتنج في السبندل هول، بستخدم مثلا فيس بليت، بستخدم بتوين تو سنترز، فبالتاكيد انا عندي تويست دال سي جو تشاك وفيتنج في السبندل هول. يبقى دول ايه الطريقتين اللي احنا بنستخدمها. لو بنتكلم بقى على طرق تثبيت الورك بيس، انا قلت الورك بيس دي بحطها فين؟ بحطها على تيبل، بيبقى عندي تيبل ثابته لان الورك بيس ثابته وبحطها فوق. طب انا حطيتها على التيبل بس عايزاها وانا بقطع ما تتحركش المكنه، بالتاكيد مش همسكها بايدي لان ده خطر جدا، ما ينفعش ان انا يعني ضد السيفتي بمعنى اصح، فده لازم امسكها بحاجه. اما ان انا بثبتها على التيبل مباشره، التيبل لو بصينا على الشكل قدامنا هنلاقي دي ليها زي سلوتس كده، زي حتت كده سلوتس، بحيث السلوتس دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا ادخل فيها مسمار كده وصاموله واقف زي الشكل اللي احنا شايفينه فوق ناحيه الشمال. فانا ممكن اسند كده حاجه على الويك بيس وادخل مسمار في السلوت ده واقفل عليه من فوق، يبقى انا مسكتها كاني سندتها كده او مسكتها زي الشكل اللي احنا شايفينه تحت، كمان انا سانده على ايه؟ على الويك بيس ماسكاها. فدي بقى بقول ان انا بثبتها على التيبل مباشره، او بستخدم حاجه اسمها فايس. فايس دي بتبقى زي اللي موجوده عندي فوق ناحيه اليمين كده، الجزء ده كله بحطه على التيبل، في اتنين فكين كده قصاد بعض، الفكين دول بيفتحوا ويقفلوا، فانا بحرك الايد دي افتحهم احط الويك بيس بتاعتي وبعدين اقفل عليها، يبقى انا كده مسكتها وكل الفايس دي اثبتها على التيبل. يبقى انا عندي في حاجتين للويك بيس فيكسيشن، يا اما بحطها على الورك تيبل مباشره او بستخدم فايس، والفايس دي هي اللي متثبته على ايه؟ على الورك تيبل. يبقى ده ايه اللي انا محتاجاه. يبقى انا عندي لو بتكلم على الدالينج ماشين، يبقى انا عندي التويستد دال فيكسيشن ميثود حاجه من اتنين، يا اما سي جو تشاك يا اما فيتنج في السبندل هول. عندي الورك بيس فيكسيشن ميثود حاجتين برضو، يا اما على الورك تيبل او يوزنج فايس. يبقى دول ايه الحاجتين اللي احنا بنستخدمهم. طيب لو جايين بقى نتكلم على الاوبريشنز المختلفه، العمليات المختلفه بتاعه الدالينج ماشين، اول عمليه اللي احنا شايفينها رقم ايه دي باسم المكنه نفسها. الدالينج يعني عمليه ثقب، ان انا بعمل خرم. لو انا عندي السطح بتاعي مصمت وانا بعمل فيه فتحه دي بسميها الدالينج اوبريشن، دي عمليه دالينج. هنا انا الشكل اللي انا هنا ايه المطلوب منكم؟ مطلوب منكم تحفظوا شكله، لان انا ممكن اجيب لك الصوره واقول لك اسم الاوبريشن دي. طبعا ايا كانت الاوبريشن
المين كاتنج موشن والفيد موشن واحده، المين كاتنج موشن الروتيشن بتاع التويست ديل، والفيد موشن اللينير موشن بتاعت التويست ديل. ده ايا كانت العمليه بتاعتي. في بقى عمليات مختلفه على حسب انا بعمل ايه. لو انا عندي سطح مصمت وانا بعمل فيه فتحه، يبقى انا دي بسميها عمليه ديلينج، ويبقى شكل تويست ديل وابتدي ايه احفر على طول. طب لو انا عايز اعمل فتحه بس الفتحه دي فيها تو دايمترز مختلفين، يعني فتحه واسعه من فوق واضيق شويه من جوه، هل انا محتاج ايه؟ محتاج اعمل اتنين، يا اما ان انا اجيب اتنين تويست ديل، واحده صغيره الاول اعمل بيها فتحه، وبعدين واحده قطرها اكبر واعمل بيها الفتحه التانيه، اوسع بيها الفتحه اللي فوق، او استخدم تويست ديل هي نفسها متصممه ان فيها تو دايمترز مختلفين، فبسميها ستيب ديلينج، ان انا اطلع لي فتحه فيها تو دايمترز مختلفين. يبقى هي نفسها التويست ديل دي بتبقى ايه جزئين، جزء ليه دايمتر معين وجزء اللي ورا الدايمتر بتاعه اكبر، ودي بسميها ستيب ديلينج. لكن سواء الديلينج او الستيب ديلينج، انا بيبقى عندي السطح مصمت اساسا وبعمل فيه فتحه. انا عايزه اسالكم سؤال، حد فيكم عمل خرمه في الحيطه باستخدام شنيور؟ اما نعمل خرمه في الحيطه، هل بنحط المسمار على طول ونعلق البرواز بتاعنا؟ بنحط زي حاجه بلاستيك الاول نخشرها، ليه؟ لان السطح الداخلي بتاع الفتحه اللي انا عاملاها في الحيطه ده بيبقى خشن جدا. حد فيكم جرب كده يبص على لما يخرم الحيطه كده، هيلاقي السطح خشن قوي. ليه؟ نتيجه ان انا التشيب الريش او الحاجات اللي انا بشيلها قاعده بتحك في الايه وانا قاعد بلف كده، وفي منها بيتحشر جوه. طب انا هنا بعمل في مكنه، المكنه دي انا محتاج الفتحه دي ان انا اركب عليها حاجه، احط فيها عمود، احط فيها مسمار، احط فيها اي حاجه، فانا محتاج انها تبقى ناعمه. فانا بعمل بقى عمليه تنعيم بعد كده. يبقى انا في عمليه اسمها عمليه هيمنج، دي عمليه تنعيم، دي بعد عمليه الدانك. يبقى انا ما اعمل دايما عندي سطح مصمت اعمل فيه فتحه، الفتحه دي بيبقى سطحها خشن شويه، فانا بدخل تول. التول دي بقى شكلها ايه؟ شكلها بقى مش شبه التويست ده، شكلها كده زي بالظبط عمود، والعمود دي فيه سنان كده حواليه داير مردوه كده، سنان بالطول كده. جاست ان انا بعمل عمليه تسويه، يعني بشيل ربع ملي او نص ملي بلفها، بس بساوي، بشيل التشيب الزياده، بشيل الرايش الزياده، وبساوي السطح بتاعي بس. فعمليه ريمنج دي عمليه بتعقب عمليه الدانينج بعدها. بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه فينيشنج او عمليه تسويه للسطح الداخلي، عشان ايه؟ ممكن اركب عليه ايه حاجه. يبقى دي بعد عمليه الايه الدانينج بتاعتي. طيب لو انا عندي فتحه اساسا وعايزه اوسعها، عندي حل من اتنين، يا اما انا بجيب تويست ديل القطر بتاعها اكبر. بس عندي مشكله، هو التويست ديل دي ايا كان القطر اللي انا عايزه بلاقيه؟ يعني انا لو جيت قلت لك انا عندي فتحه اساسا القطر بتاعها 30 مللي، وانا عايزه اخليها 40.4، هل انا هلاقي تويست ديل حاجه ستاندرد 40.4 دي؟ انا هجيب القيمه دي منين؟ التويست ديل دي ارقام ستاندرد، يعني حاجات مصنعه اللي هي بتستخدم في المكن، اشهر حاجات استخداما للايه للفتحات اللي موجوده والمسامير الستاندرد. فانا عايز فتحه باي قطر اظبطها، يبقى ممكن استخدم تول بسميها بورينج تول، ان انا اجيب عمود كده وادخل فيه سكينه كده بالطول كانها حد قاطع واحد، والففها بحيث انها تعمل عمليه ايه ايه بتوسع فتحه معينه بالقطر اللي انا عايزه، واظبط السكينه دي اطلعها وادخلها على حسب القطر اللي انا عايزه. يبقى انا عندي عمليه بورينج ان انا بعمل توسيع الفتحه، لان دي لازم يكون عندي فتحه موجوده اصلا وادخل فيها السكينه دي عشان اعرف ادخلها وتعمل بس توسع فيها، ما ينفعش ابتدي بيها كده وانا عندي السطح مصمت. يبقى انا عندي عمليه الدالينج بعمل فتحه في سطح مصمت، عمليه ريمنج بساوي فتحه، ستيب دالينج لو عايز فتحه ليها قطرين مختلفين، عملية البورينج دي عملية توسعة، بعمل توسعة لفتحة معينة. أنا عندي قطر معين عايزه حتى لو في سطح مصمت، والقطر ده جاي أقول لك عايزه 50.9 مللي، هل أنا هلاقي تويست ديل 50.9؟ بالتأكيد لأ. فأقوم عامل فتحة الأول 40 مللي أو حاجة، وبعدين أجيب بورينج وأدخل إيه عمود وفيه سن كده أحطه، وأبتدي أوسع فتحة إيه لل 50.9 اللي أنا عايزه. يبقى دي لازم يكون عندي فتحة وادخل جواها الطول واوسعها بالشكل ده. ايه تاني؟ هل بس كده دي المكنة عاملة مكنة مخصوص عشان كده؟ لا، المكنة دي ممكن كمان، خلي بالكم لو نفتكر، انا ممكن بالليس ماشين اعمل فتحة، مش انا بعمل عملية دريلنج بالليس ماشين، وممكن اعمل عملية تريمنج ان انا اسوي الفتحة بتاعتي. طب ايه الفرق بقى؟ الفرق عندي ان انا في شويه عمليات المكنه دي بتختص بيها. الحاجه الثانيه ان انا على حسب حجم الورك بيس، انا لو عندي
شكل اسطوانه الورك بيس بتاعتي ومتثبته على ليس ماشين وعايزه اعمل فتحه، خلاص انا بعملها على ليس ماشين. لكن لو عندي كتله معدنيه بلوك، هل ينفع اركبها على ليس ماشين واعمل فتحه؟ لا، فهاجي احطها على التيبل بتاع الدايننج ماشين. يبقى انا ساعات نفس يعني مكانتين ممكن يعملوا نفس الحاجه، يعني انا عندي الليس ماشين وعندي الدايننج ماشين ممكن يعملوا عمليه دايننج، لكن انا بختار دي او دي على حسب ايه؟ على حسب شكل الورك بيس، على حسب عدد الفتحات اللي انا عايزه، يعني التايم اللي انا هاخده قد ايه، يبقى على حسب ايه، في عمليات تانية محتاجها ولا لا. فانا في عمليات بقى الليس ماشين بتعمل عمليه دايننج بس، وممكن تعمل عمليه بورنج توسعه فتحه، ممكن تعمل عمليه هيمنج تسويه فتحه، لكن في حاجات ما بتعملهاش اللي هي ايه، الكاونتر بورنج مثلا. كاونتر بورنج ان انا اوسع حوالين الانتر بتاع فتحه عشان اعمل راس مسمار. يعني ايه؟ يعني انا بعمل الفتحات دي عشان عاده احط مسمار. لو انا حاطه مسمار في سطح مكنه، هل المسمار ده بتبقى راس المسمار طالعه كده من فوق؟ لا، بلاقيها ان هي على سوى السطح ده، معناها ان انا عامله فتحه، الفتحه دي بغطس فيها المسمار براس بتاعته. فانا هنا بعمل كاونتر بورنج، دي بيبقى عندي طول، الطول دي بيبقى ليها ابعاد ستاندرد على حسب ابعاد المسامير اللي عاده الستاندرد اللي احنا بنستخدمها، بتعمل توسعه للانتري بتاع فتحه، بتوسع الانتري مدخل فتحه معينه بحيث ان انا ممكن ادخل فيها ايه، راس مسمار. دي بسميها كاونتر بورنج، ودي ممكن يبقى فيه زي ايه، حاجه او زي جايد في النص كده، زي عمود عشان اسنطره في الفتحه وابتدي الفف الطول حواليه كده عشان اوسع سطح الفتحه دي. طبعا احنا لما نشوف سكاشن العملي هنفهم الكلام ده، هنشوف الكلام ده عملي، هنشوف الايه وهو بيتحرك قدامنا، فنفهم الحركه دي بتتم ازاي، لان انا كده بتكلم في المحاضره طبعا احنا مش متخيلين، عشان كده ده فايده الفيديوهات العمل اللي احنا بننزلها، ان احنا متخيلين الشكل ده. فانا هنا يهمني بس ان احنا نبقى عارفين شكلها والعمليه دي بتعمل ايه. يبقى انا شكلها اعرف صورتها، اعرف الشكل بتاعها، اسمها ايه، كاونتر بورنج. بتعمل ايه؟ بتعمل انلارجنج للانتر بتاع ايه، بتاع هول. ليه؟ عشان البولت هيد، عشان ادخل ايه، راس مسمار يبقى داخل جوه. طيب هل راس المسمار لازم تبقى واخده الشكل كده الجوانب بتاعتها ستريت؟ لا، ممكن راس المسمار تبقى عندي زي الشكل فوق ناحيه الشمال، تبقى واخده شكل ايه، مايل شويه، شكل سلوب. فانا عندي لو في سلوب معين او في ميل معين عايز اعمل ميل او اعمل شطف كده عند الانتر بتاع الهول، بستخدم تول تانية واخده نفس الشكل ده اسمها كاونتر سينكينج، وادخل وبيبقى عندي فتحه، والفتحه دي بلف التول دي في الايه، في الانتر بتاعها، في المدخل بتاعها، فتعمل شكل السلوب ده. يبقى انا عندي الكاونتر بورنج والكاونتر سينكينج زي عمليه البورنج بالظبط، لازم يبقى عندي فتحه وبوسع المدخل بتاع الفتحه دي، يا اما بوسعه بشكل ستريت دي الكاونتر بورنج، او بعمل فيه زي شطف او زي ميل، ودي بسميها ايه، الكاونتر سينكينج. نبقى عارفين شكلها ممكن اجيب لك الصوره دي واقول لك العمليه دي اسمها ايه، او العمليه دي بتتم على مكنه ايه. يبقى العمليه دي بتتم على مكنه دايرنج ماشين واسمها كاونتر سينكينج، ودي بعمل بيها ايه، بعمل بيها شامفرنج او سلوب للانتر بتاع هول. الكاونتر بورنج بعمل بيها انلارجنج، بوسع ايه، الانتر بتاع الهول. يبقى دي كده ايه فايده الايه، العمليات دي. ايه تاني ممكن اعمله؟ اخر حاجه ممكن اعملها ان انا اعمل نط، اعمل صاموله، اعمل جوه شكل سد، احفر شكل السد. تعالوا نتخيل مع بعض، لو انا عندي ماده طريه، لو عندي بلاستوسين مثلا، جبت مسمار وفي المسمار ده دخلته لففته كده براحه في البلاستوسين، وبعدين لفته بالعكس طلعته تاني، الشكل اللي هيحفره ايه؟ هيحفر شكل السد، هيحفر شكل اسنان موجوده جوه. انا بعمل نفس الحكايه دي، بجيب طول، الطول دي واخده شكل المسمار، واخده شكل ايه، سد، ودخلها الففها في الفتحه بتاعتي، لازم يبقى عندي فتحه برضو، وابتدي دي الففها جوه الفتحه بتاعتي، لان انا مش زي بقى بلاستوسين ده معدن، معدن مش هقدر اشيل منه، ادخل فيه كده واشيل منه على طول واحفر فيه، فانا بس بحفر شكل المسمار بتاعي، الففه وبعدين اطلعه تاني. بس التشيب بقى الرايش بتاعي هيروح فين؟ انا كده هيتحشر عندي، عشان كده بعمل زي سلوتس، يعني يبقى مسمار بس في حتت كده زي ايه، جروفز او زي سلوتس كده حفرها فيه، بحيث دي بتسمح بس ان يطلع التشيب فيها، عشان ما يطلعش الايه، السرد اللي بتاعي بايظ. العمليه دي بسميها عمليه تابينج، ان انا بعمل نوت، بعمل ثريد داخلي. خلي بالكم الليس ماشين كانت بتعمل عمليه ثريدنج، بس كانت بتعمل مسمار او صاموله، ثريد او نوت، لانها بتعمل اشكال خارجيه او داخليه، لكن دايننج ماشين بتعمل
اشكال داخليه بس، يعني بتعمل نط بس. يعني انا لو جيت في الاختيارات وجيت قلت لك عشان اعمل سرد، ايه المكنه اللي ممكن اعمل عليها سرد؟ تبقى الليس ماشين. لكن لما اجي اقول لك عشان اعمل نط اللي هو سرد داخلي بقى، يبقى ايه المكنه بتاعتي؟ يا اما ليس ماشين يا اما دالينج ماشين. يبقى انا بحافظ الشكل العمليه دي وابقى عارف ان الدالينج هنا ممكن انها بتعمل نط، لكن الليس ماشين بتعمل سرد وبتعمل نط في نفس الوقت. اخر عمليه هنتكلم عليها في عمليه الكاتينج حاجه اسمها ميلينج اوبريشن، وهنشوف الميلينج اوبريشن دي. خلي بالكم احنا العمليتين اللي فاتوا كنا بنعمل حاجات دورانيه، يعني عمليه التورنينج كانت بتعمل ماشينينج لاسطح دورانيه سواء خارجيه او داخليه، حاجات اسطوانات، حاجات سيمتريكال حوالين السنتر لاين. عمليه الدالينج كان برضو اسطح دورانيه بس داخليه، بعمل فتحات، بسوي فتحات داخليه، بعمل نط. عمليه الميلينج بقى بعمل اشكال في سطح مستوي. احنا ما اتكلمناش خالص ان انا لو عندي بلوك معدني وعايز اساوي سطحه مثلا، هل ينفع اعمله بالليس ماشين او بالديلينج ماشين؟ بالتاكيد لا، لان هم مصممين ان هم يعملوا اسطح دورانيه بس، وزي ما قلت لكم الليس ماشين اسطح دورانيه خارجيه وداخليه، لكن الديلينج ماشين اسطح دورانيه داخليه. فانا محتاج مكن، المكن ده لو انا عايز اعمل مثلا سلوت في سطح مستوي، لو عايز اعمل شكل معين في سطح مستوي، لو عايز اساوي سطح مستوي اساسا، لو عايز اقلل الهايت بتاعه. فهنا دي خاصه بقى ايه بالفلات سيرفيس، باسطح مستوي. اللي قدامنا ده الشكل الاساسي لعمليه الميلينج. زي ما قلت لكم عمليه الميلينج انا بساوي اسطح فلات. انا عندي هنا الطول شكلها ايه؟ طبعا الورك بيس اتفقنا انها بتبقى بلوك او سطح فلات سيرفيس. الطول بقى بيبقى عباره عن كاتر قرص دائري اسطوانه كده، الاسطوانه دي بيبقى عليها زي سنان كده على المحيط بتاعها. زي ما احنا شايفين لو بصينا على الشكل يمين اللي تحت هنلاقي ان انا بعتمد ان انا الكاتر ده بيلف بسرعه عاليه جدا، بيلف في مكانه وانا بزق عليه الورك بيس وهي داخله كده، فبيحصل ايه؟ فبتشيل طبقات زي ما احنا شايفين كده، التشيب اللي هو رقم 3 ده بيتشال كده طبقات من السطح اللي موجود عندي لو انا عايز اشيل هايت معين او عايز اساوي سطح. يبقى دي الفكره الاساسيه بتاعت ايه؟ الميلينج اوبريشن. هنا عندنا اشكال مختلفه من الميلينج اوبريشنز، من عمليات ميلينج مختلفه. ان انا ممكن يبقى الكاتر بتاعي يبقى واخداه في وضع هوريزونتال زي اللي انا معلمه عليه كده بالمستطيل الاحمر ده، او حتى الكاتر في وضع فيرتيكال عشان اساوي مثلا سطح جانبي، او بعمل تسويه زي المكتوب اند ميلينج اللي هي تحت، ان انا بيبقى عندي كاتر واقف كده وموشيه عشان يساوي حته معينه ما يساويش السطح كله. يبقى انا عندي دي عمليات بس، احنا ده الشكل العام، احنا لسه ما اتكلمناش على العمليات دي، ده بس كده ايه فكره عامه. يبقى انا الفكره الاساسيه ان انا عندي الكاتنج تول في مجموعه من الحدود القاطعه، مش حد قاطع واحد زي عمليه الليس ماشين مثلا، مجموعه من الحدود القاطعه بتبقى متوزعه على البرامتر بتاعي، ممكن يبقى عددهم 14 16 20 وات ايفر. بيلف الكاتر ده بيعتمد ان هو بيلف وان انا بزق الورك بيس. تعالوا نتكلم على اول حاجه اللي ممكن نتسال فيها هنا. اول حاجه اللي انا قلتها ان انا عندي الميلينج ماشين دي خاصه بايه؟ بالاسطح المستويه، بالفلات سيرفيس. يعني انا لو جيت قلت لك عايز اعمل تسويه لسطح مستوي يبقى انا بالتاكيد هستخدم ميلينج ماشين. طبعا في مكان تاني موجود لكن اللي احنا بندرسه من اللي احنا درسناه احنا ما خدناش غير الميلينج ماشين هي اللي بتساوي سطح فلات. السؤال التاني، ايه الحركات القطع الاساسيه؟ عايزاكم تبصوا على الشكل اللي انا عامله عليه اللي هو المستطيل الاحمر ده. انا عندي الكاتر هو اللي بياخد المين كاتنج موشن. طبعا احنا في اللاب هنشوف فيديوهات، الفيديوهات دي بتبين لنا المكنه نفسها بتشتغل ازاي والكاتر بيتحرك ازاي، المين كاتنج والفيد موشن. فده هن ايه يعني احنا بنفهم كده الفكره الاساسيه من المحاضره. بعد كده اما بنبص على الفيديوهات اللي نزلنا في اللاب بنفهم بالظبط الحركات بتاعتي ماشيه ازاي. بس مبدئيا انا عندي المين كاتنج موشن، مين اللي بيعملها؟ اللي بيعملها الكاتر في الحاله دي اللي هو الكاتنج تول، وشكلها ايه؟ شكلها روتيشنال، بتلف دوران بتاع الكاتنج تول. طب الفيد موشن اللي بيعملها الورك بيس، انا بزق الورك بيس من تحت على الكاتر بتاعي وشكلها لينير موشن. يبقى انا عندي المين كاتنج موشن عباره عن روتيشنال موشن واللي بيعملها الكاتر بتاعي او الكاتنج تول، والفيد موشن عباره عن لينير موشن واللي بيعملها ايه الورك بيس بتاعتي. يبقى ده السؤال بيجي عشان ده الكلام ده بيجي اختيارات دايما. ايا كان سواء حط انا الكاتر بوضع افقي او وضع راسي، بجميع الاحوال هي نفس المين كاتنج والفيد موشنز اللي موجودين عندي.
اول مكنه عندي، عشان عندي مكانتين في عمليه الميلينج، في مكنه اسمها هوريزونتال ميلينج ماشين ومكنه اسمها فيرتيكال ميلينج ماشين. اول مكنه اللي هي الهوريزونتال ميلينج ماشين، تعالوا نبص الشكل اللي فوق ده اللي انا كنت لسه حاطاه في السلايد اللي فاتت، ان انا عندي كاتر محطوط في وضع هوريزونتال. يعني ايه محطوط في وضع هوريزونتال؟ يعني العمود اللي هيتثبت عليه هيبقى الفتحه بتاعته متثبته على عمود هوريزونتال. في الحاله دي بسميها هوريزونتال ميلينج ماشين. يبقى انا سميتها هوريزونتال ميلينج ماشين ليه؟ لان الكاتر بتاعي او الكاتنج تول بتاعتي متثبته في وضع هوريزونتال. طيب بصوا كده المكنه اللي موجوده عندي، الكاتر والورك بيس موجودين فين؟ اللي هم الجزء اللي عليه السيركل الحمراء دي، ده اللي موجودين عندي هنا. انا هنا الكاتر ده عايزاه يلف حركه دوراديه، يبقى بالتاكيد ده اللي هوصله بالموتور وبالجير بوكس. عندي الورك بيس انا عايزاها فلات، هي شكلها فلات، يبقى زي الورك بيس اللي هي في عمليه الديرلينج، انا عايزه احط بلوكه فلات، يبقى احطها ايه؟ احطها على تيبل. يبقى انا عندي تيبل، التيبل دي بثبت عليها الايه؟ الورك بيس بتاعتي، والتيبل دي ممكن بتتحرك رايح جاي. يعني انا الورك بيس بحركها حركه لينير زي ما قلنا دي اللي هي الفيد موشن، لكن الكاتر على طول بيلف في مكانه بس اللي هو المين كاتنج موشن. يبقى المكنه دي المطلوب مننا ايه؟ المطلوب مننا ان احنا نبقى عارفين بس لو انا شاورت لك على الورك بيس وعلى الايه؟ الكاتر بتاعي، ونبقى عارفين شكلها ان دي هوريزونتال ميلينج ماشين. هعرفها منين؟ ان انا ابص على الكاتر بتاعي، لو انا محطوط في وضع هوريزونتال يبقى انا في الحاله دي اسمها هوريزونتال ميلينج ماشين. العمليات بقى الاساسيه اللي ممكن اعملها على المكنه دي، ودي مهمه قوي ان احنا نبقى عارفين الشكل واسم العمليه. العمليه الاساسيه اللي هي بتاعتي بسميها فلات ميلينج او سلاب ميلينج، اللي هي ان انا بساوي سطح مستوي، دي اللي هي ايه؟ سلاب ميلينج او فلات ميلينج اوبريشن. ممكن اعمل عمليه سلوتنج، ممكن اعمل سلوت بشكل معين. انا لو جبت كاتر زي الشكل اللي فوق ناحيه اليمين ده، الكاتر ده العرض بتاعه اقل من عرض الورك بيس، ودخلته كده دخلت الورك بيس من النص، هيعمل ايه؟ هيعمل زي سلوت. طب الكاتر ده لو واخد شكل معين، واخد فورمه معينه، وفورمه دائريه كده زي الشكل اللي جنبه، هيعمل سلوت واخد نفس الفورمه. يبقى انا لو جاي اقول لك انا عايز اعمل سلوت في فلات سيرفيس، او عايز اعمل مثلا كونفكس او ايه، يعني حاجه شكل معين فورم معينه في فلات سيرفيس، يبقى انا في الحاله دي بستخدم الميلينج ماشين. يبقى هي اول حاجه ان انا ابقى عارفه الشكل. ممكن اجيب لك شكل الصوره دي واقول لك العمليه دي اسمها عمليه ايه؟ عمليه سلوتنج. بعملها فين؟ بعملها على الهوريزونتال ميلينج ماشين. ليه؟ لان الكاتر زي ما احنا شايفينه العمود بتاعه نبص عليه كده هو واقف هوريزونتال ولا واقف فيرتيكال؟ العمود بتاعي واقف هوريزونتال، يبقى انا بتكلم على الهوريزونتال ميلينج ماشين. اللي تحت كده اللي انا بقول لك بعمل فورم معينه في فلات سيرفيس، انا الكاتر بتاعي لو واخد شكل معين ومشيت دخلت عليه الويك بيس فهو هيطبع عليها الشكل ده. يبقى انا دي الشكل تحت بسميه فورم ميلينج. ممكن اعمل قطع، يعني انا اجيب ورك بيس لو رفيعه كده والكتر ده قاعد بيلف بسرعه ودخلت فيه الورك بيس، هتحصل ايه؟ هتقطعه نصين. لو رفعت الورك بيس شويه هلاقيها اتقطعت. ان انا بقطع او بفصل ورك بيس دي بسميها عمليه سلاتينج. في عمليه تانية اللي هي ستادل ميلينج، ان انا عايز اعمل اتنين سلوتس او اتنين جروفز على سطح، هعملهم ايه؟ هل هبتدي اعمل سلوت بكتر واحد وبعدين هبتدي اعمل تاني؟ طب ما نثبت اتنين كتر على العمود، نثبت تلاتة، ويبقى المسافات بينهم هي المسافة اللي انا عايزها بتوين سلوتس. انا لو مثبت اتنين كترز على عمود زي ما احنا شايفينهم كده وقاعد بيلف العمود ده بالكترز بتاعته ودخلت عليه الويك بيس، هتعمل ايه؟ هتساوي او هتعمل ايه؟ اتنين سلوتس متوازيين. يبقى انا لو بعمل كذا سلوت متوازي بسميه عملية ستادل ميلينج. يبقى انا عندي اللي مطلوب مننا في الميلينج ماشين لغايه دلوقتي عشان نبقى محددين ايه الاسئله او هنذاكر الجزء ده ازاي. اول حاجه الميلينج ماشين دي خاصه بمين؟ خاصه بالفلات سيرفيس. اول مكنه اسمها هوريزونتال ميلينج ماشين، ابقى عارف شكلها. يبقى انا بعرف لو اديتك شكل المكنه كده قلت لك المكنه دي اسمها ايه، تقول لي هوريزونتال ميلينج ماشين، اقول لك المكنه دي بتعمل ايه، بتعمل ماشيننج لفلات سيرفيس. بعد كده مين المين كاتنج موشن؟ المين كاتنج موشن ده روتيشن بتاع مين؟ بتاع ايه؟ الكاتنج تول او بتاع الكاتر اللي موجود عندي. الفيد موشن عباره عن ايه؟ عباره عن لينير موشن بتاعت مين؟ بتاعت الورك بيس. دي اسئله نظري. طيب ممكن اجيب لك الاشكال اللي قدامي دي بقى، اجيب لك صوره اقول لك العمليه دي اسمها ايه. طب العمليات عندنا في عمليه اللي هي الفيس او السلاب ميلينج اللي هي ناحيه ايه؟ الشمال فوق. ممكن اعمل عمليه سلوتنج،
ممكن اعمل عملية فورم ميلينج، ممكن اعمل سليتنج او استرادل ميلينج. يبقى احنا نبقى عارفين اشكال العمليات اللي ممكن تتعمل على ايه، على الهوريزونتال ميلينج ماشين. طيب انا قلت لكم من الاول ان انا عندي مكانتين، يا اما هوريزونتال ميلينج يا اما فيرتيكال ميلينج. وقلت لكم انا سميت هوريزونتال ميلينج، سميتها كده ليه؟ عشان العمود اللي متثبت عليه الكاتر بتاعي واخد وضع هوريزونتال. طب انا لو وقفت الكاتر في وضع فيرتيكال، لان ده بيديني بيخليني ممكن اعمل اشكال اكتر، ممكن اعمل سلوتس تجويف كده بس بشكل معين، فده بيبقى اسهل لي لو انا وقفت الكاتر كده في وضع عمودي في وضع فيرتيكال. نفس المكنه هي بالظبط، بس عايزاكم تبصوا على الحته بتاعه الكاتر والورك بيس. انا نفس المكنه كلها هي بجرست العمود، بدل ما هو هوريزونتال انا وقفته في وضع فيرتيكال، فعشان كده رحت مسميها فيرتيكال ميلينج ماشين. يبقى احنا هنا بقى عارفين شكل المكنه. انا قلت لكم ممكن اجيب لكم صوره المكنه، هنبص عليها. هتبصوا على العمود اللي ماسك الكاتر، لو العمود او السنتر لاين بمعنى اصح بتاع الكاتر واخد وضع هوريزونتال، يبقى انا دي بسميها هوريزونتال ميلينج ماشين. لو السنتر لاين بتاع الكاتر واخد وضع فيرتيكال، يبقى بسميها فيرتيكال ميلينج ماشين. طب انا وقفت الكاتر كده عمودي، ايه بقى العمليات اللي ممكن اعملها عشان انا وقفته بالشكل ده؟ هنا الاول عشان نقرب كده الشكل، اتخيل انا هنا الكاتر عندي في الشكل ناحية اليمين، ده واقف السنتر لاين بتاعه فيرتيكال، يبقى ده فيرتيكال ميلينج ماشين. بيلف الكاتر ده وفي نفس الوقت بدخل الورك بيس، فنفس الحكاية هيشيل جزء من السطح، يعني هو بيساوي اسطح مستوية. يبقى ده ايه الفرق بين الشكل الاساسي، بس عشان اتخيل ان انا اقول لك انا حطاه في وضع هوريزونتال او وضع فيرتيكال. الشكل اللي قدامي ده الاثنين بيعملوا نفس الحاجه على فكره، بيشيلوا طبقه من السطح عندي. ليه؟ لان ده سواء بيلف في وضع هوريزونتال او بيلف في وضع فيرتيكال ومدخل عليه الورك بيس، فبتشيل ايه طبقه من على السطح. لكن ايه بقى العمليات التانيه زي ما بقول لكم اللي ممكن اعملها نتيجه ان انا وقفته كده في وضع فيرتيكال؟ ممكن ان انا اساوي سطح زي ما احنا قلنا، ممكن ان انا اعمل حاجه زي اند ميلينج، ادخله كده يساوي جزء بس من السطح، ما يساويش من الاول لاخر. طبعا الهوريزونتال ميلينج لا، كنت لازم امشي من الاول للاخر، يبقى دي ميزه عشان كده انا وقفته. ممكن اعمل اشكال زي اللي موجوده فوق، يعني اعمل زي سلوتس زي اللي موجوده فوق، ممكن اعمل شكل جروف كده، شكل تجويف، شكل حرف تي، ممكن اعمل الاشكال اللي موجوده عندي فوق دي. يبقى انا هنا ممكن اعمل فيس ميلينج لو انا عندي الكتر الكبير ان انا بساوي سطح، او بعمل اند ميلينج لو انا عندي ايه القطر بتاعه صغير ان انا ادخله واساوي جزء من السطح، ممكن اعمل سلوتينج. يبقى دي ايه العمليات او اشكال العمليات اللي بعملها بالايه بالفيرتيكال ميلينج اوبريشنز. ودي اشكال الكاترز اللي هي الحقيقيه، وزي ما قلت لكم هنشوف الكلام ده في السكاشن العملي. يبقى انا يهمني في المحاضره ان انا فهمت الايه الفكره الاساسيه. نفتح بقى الفيديوهات العملي، نبتدي نشوف العمليات دي فعليا بتشتغل ازاي عشان نتخيلها، وبعدين نرجع نسمع المحاضرة تاني. يبقى كده هنبقى فهمنا الكلام ده تماما. يبقى عشان نذاكر تاني، اسمعوا المحاضرة في الأول، نفهم العملية عبارة عن ايه، الأسئلة بتاعتنا ممكن نتسأل فيها ازاي، بعد كده ندخل نشوف الفيديوهات بتاعت اللاب بتاعتي، نبتدي نفهم العملية، نرجع تاني نسمع المحاضرة مرة تانية ونشوف السكشن النظري. يبقى احنا كده خلصنا الجزئية دي.